وضعية صعبة يعيشها الفلاحون عبر كامل ولاية الوطن بسبب موجة الجفاف المستمرة مع انخفاض رهيب في منسوب الآبار ومصادر المياه المختلفة، مما جعلهم في مواجهة ظروف تهدد نشاطهم. نطلبوا بالماء، الماء هو الصح، ما كاش ما منخدموش، نخدموا حاجة صغيرة، حنا نخدموا في الشتاء، في الصيف نحبسوا، عندنا البيور هنا ناقصين، البيور فيهم متر ونص تاع الماء في الصيف، وحنا نديروا القوتة ما تكفيناش، القوتة بعض المرات تبوشة تنغلق من التراب. الماء والو، الماء غير كافي، في الشتاء ممكن نخدموا بصح الصيف ما نقدر نخدم، هاد التقطير ما يكفيناش البير ما يكفيش. المطالب تاعنا يعطونا البراد، يخدمونا البراج هذا الناس قاعد تخدم. وجاءت هذه الوضعية نتيجة عدة عوامل طبيعية تتعلق بالتغير المناخي والبيئي، مما ساهم في بقاء درجات الحرارة مرتفعة مع انعدام شبه كلي لتساقط الأمطار. نلاحظ أن أيام المطرة تكاد تنعدم على أغلب المناطق الوطنية ما عدا بعض الأمطار التي سجلت من حين لآخر على أقصى الجنوب الجزائري. ما عدا هذه الأمطار فالأيام الماطرة على كل المناطق الشمالية هي منعدمة تماما خلال هذا شهر أكتوبر. إذا ولاحظنا أن السنوات الماضية منذ 2017-2018 إذا كان عندنا هواء بارد، كان عندنا اضطرابات جوية كانت شبه شتوية أعطت كمية معتبرة من الأمطار، ولكن حاليا شهر أكتوبر أرى نعيش فيه كبداية جافة من ناحية التساقط المطري. وفي انتظار حدوث ما يعاكس هذه الوضعية المناخية المعقدة، تبقى حالة الترقب لأهم الإجراءات التي ستتخذ من طرف الجهات الوصية لمجابهة هذه المخاطر متواصلة.